سحب زامبيا لاعترافها بالبوليزاريو كدولة وبإعلانها أنها دولة يعطي الدليل على نجاعة السياسة الجديدة للمغرب في إفريقيا والمنفتحة على دول كانت تعادي وحدته الترابية، كما أن هذا السحب يعطي أيضا الدليل على نجاح سابق زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لهذه الدولة، وأن المشاورات السياسية بين زامبيا والمغرب والتي تدعمها مجموعة من الاتفاقيات في الشراكة في مجموعة من الميادين بدأت تعطي عائدا سياسيا سريعا للمغرب في مصالحه المرتبطة بالنزاع الصحراء. إذن هذا السحب يعطي الدليل على نجاح الدبلوماسية المغربية وعلى أن زيارة الملك بدأت تأتي سريعا وهو ما يؤيده هذا السحب الاعتراف بالبوليزاريو، كما أن ما كان يعطي قوة للبوليزاريو من خلال مجموعة اعترافه بمجموعة من الدول الإفريقية كدولة بدأ يخبو ويفول، وأن تل ذلك الزخم بدأ يسقط ويتهاوى.